السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس إذن متابعينا كرام نعود إليكم من جديد في هذه النشرية الجوية الخاصة وتوقع طقس الجزائر اليوم السبت العشرين من شهر مارس الفين واحد وعشرين أو بالأحرى المناطق الولايات المعنية بتساقط الأمطار والأجواء المتقلبة ليوم السبت إن شاء الله نبدأ بالفترة الصباحية إلى غاية الفترة ما بعد الظهيرة، إن شاء الله الأمطار ستكون حاضرة قوية على تلمسان عين وشنت وهران مستغانم تيبازا ولاية الشلف وأيضا الجزائر العاصمة بومرداس تيزي وزو بجايا جيجلس كيكدا عنابة والطرف يعني كل السواحل الجزائرية. أيضا المناطق الغربية الداخلية معسكر غليزان سيلت أيضا ولاية سيدي بالعباس ولاية السعيدة بالإضافة إلى شمال المشرية وعن تقريبا النعامة بإذن الله تعالى. أمطار ايضا على ولايات بسكره باتنا خنشله بسا ايضا ام البواقي بالاضافه الى سوق هراس قال ما قسنطينه ميلا سطيف برج بورريج لبويره البوليده وايضا مناطق أم البواقي بإذن الله تعالى كل هذه المناطق هي معنية بالأمطار في الفترة الصباحية في الفترة المسائية متابعينا كرام نتوقع لأمطار تبقى متواصلة على جل المناطق المذكورة إلى غاية الفترة الليلية بإذن الله تعالى مع تساقط الثلوج على المناطق الغربية المرتفعات التي يزيد علوها الألف إلى 900 متر محليا بإذن الله تعالى كمرتفعات تلمسان مرتفعات سيدي بلعباس ولاية الصعيدة مرتفعات سيارت مرتفعات الجلفة ومرتفعات الأغواط والبيض أيضا بعض الثلوج ستكون حاضرة على جبال الأوراس جبال البابور مرتفعات ميلا وقسنطينة وأيضا أم وأيضا البويرة والبوليدة أيضا مرتفعات السمسيلة تثنية الحد ستشهد بعض الزخات الثلجية كل الخير نتمنى للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته